Hello everyone, how are you? How are you doing? I hope you are doing well. So today inshallah we have a new video. This video is for third MS level. هذا الفيديو موجه لسنوات الثالثة متوسط. عندنا sequence one. I learned to integrate. درس اليوم هو I learned to integrate. We are going to write a profile or about محمد فرح جلود. الوغ حنايا مش راحين نكتبوا راحين نكتبوا ان ارتيكل يعني مقال على محمد فرح جلود. محمد فرح جلود اكيد انكم تعرفوه كامل اللي هو الفائز بالجائزة تاع تحدي القراءة العربي. الوغ هو اللي فاز في دبي. واش راح نديروا اول شيء راح نبداوه you are going to open your books with me on page الوغ عندنا page 38 راح نتحلوا كامل الكتب تاعكم في 38 before this قبل هذه نروحوا 37 وين رايحين نقراو the instruction يعني التعليمه واش راهي واش راهم يقولوا لنا هما. Hello, so you open your books on page 37 كما قلنا عندنا the instruction راح نقراو مع بعض التعليمه واش قالوا لنا. Task. The editor of my school magazine asked me to write an article about محمد فرح جلود. يعني في المسؤول على المجلة المدرسية تاعنا سألك ولا طلب منك أنك تكتب مقال على محمد فرح جلود. I decided to present his profile in order to make all my schoolmates see what the second year pupil or second year primary school pupil can do. انا قررت انه نكتب هذا المقال عن طريق المعلومات تاعو تاع محمد فرح جلود باش نمري لزملائي واش يقدر يدير يعني التلميذ في السنه الثانيه ابتدائي. يعني هو كي فاز بالجائزه كان في عمره كان يقرا سنه ثانيه ابتدائي. I want to make them understand that reading is important and necessary for the development of individuals and nations. حبيت من خلال هذا البروفايل ولا هذا الارتيكل المقال نبين لهم بلي مدى أهمية القراءة في تطور الفرد ولا الأمة. Hello. To write Muhammad's profile, I need to fill in the missing information in the following table. باش نكتب بنايا باش نكتب البروفايل تاعو لازمني نعمر هذو الفراغات. اولا هنا structural lexis related to abilities and inabilities. اولا نستعمل can و can't نستعمل يعني واش يقدر محمد فرح جلود يدير واش ما يقدرش يدير. lexis related to personal information or identification يعني نستعمل المعلومات تاعو الشخصية اللي يعني اللي تعبر على شخصيته. lexis related to personal interests likes and dislikes نهضر على واش يحب واش ما يحبش كيما he is interested in he likes something he doesn't like etc. lexis related to personality features نستعمل كذلك الكلمات ولا السينونيمز اللي يعبروا لنا على الشخصيه تاعو مثلا intelligent clever patient calm etc. present simple tense اكيد في المقال تاعي لانه راني نوصف فيه لازم نستعمل present simple اللي هو مضارع. كي نكونوا we describe someone كي نكونوا نصفوا في واحد لازم نستعملوا ال present simple. adverbs of to determine the frequency of activities related to interests and personality نستعملوا كذلك frequency adverbs اللي هما يعني تاع التكرار هذوك كما مثلا always دائما never jamais usually غالبا. كي نبداو نحضروا على الاكتيفيتيز يعني النشاطات ولا الهوايات ولا الاهتمامات تاعو اللي دورهم يوميا ولا غالبا ولا نستعملوهم. الوغ هنايا راح نروحوا البيج نمبر 28 دوروا معايا على الباج وين رايحين نشوفوا اللاي اوت. هذا اللاي اوت يبدوه لنا. To write Muhammad's profile, the following layout and previous reading notes, text 1, 2 and 3 will also help me. هو
اللايوت ولا الطريقه اللي نستعملوها في كتابه المقال. يعني هنا مدونا الشكل كيفاش يكون الشكل تاع هذاك المقال اللي نكتبه ولا البروفايل اللي نكتبه. لو لايوت تايتل العنوان، سب تايتل يعني اللي يجي مباشره بعد العنوان، هو يكون شغل كان ساين نقدروا نقولوا انه يعني كوصف صغير حكى لهذاك الشخص. Paragraph 1 واش نستعملو في Paragraph 1؟ محمد's personal information، حين نهضرو على his personal information واش نكتبو؟ name age job grade، يعني نستعملو الاسم تاعو والعمر تاعو وجوب اللي هو pupil يعني تلميذ وgrade واش من سنة يقع. Paragraph 2 محمد's interest، محمد interest معناتها likes و dislikes وش يحب وش ما يحبش، يعني he is interested and he likes he doesn't like etc. Paragraph 3 محمد's personality، محمد's personality features and dreams، يعني وش يحب محمد كيفاش داير، يعني الشخصية تاع محمد he is calm he is for example patient he is clever he is smart etc. الكنكلوجن يعني في الكنكلوجن هي نعطي كملخص صغير على البروفايل تاع محمد ويعني على الوصف تاع محمد. و I sign my name as the author of the article، بعد نكتب الاسم تاعي و I sign يعني نسيني باش نعرفوا بلي هذا البروفايل بلي تاعي بلي انا as the author of the article يعني بلي انا كاتب هذا البروفايل أولى هذا الارتيكل. We can say start now I can write my article for our school magazine. وهنا عطاونا الطريقة كيفاش نكتبه، احنا برك رايحين نكملو. محمد فرح جلود an Algerian prodigy يعني هو عبارة عن معجزة جزائرية. محمد فرح جلود الاسم تاعو هذا هو التايتل، شوفوا طلبوا منا التايتل، ها هو التايتل. Subtitle هذا هو قلت لكم وصف صغير. Paragraph 1 محمد فرح جلود is، من بعد نهضروا على هنا عطاونا النيم تاعو وحنا نكملوا age job etc. محمد main interests يعني واش يحب، هو واش يحب واش يكره. He is also keen on محمد is، ومن بعد نهضروا على يعني محمد الشخصية تاعو كيفاش دايره. ان كونكلوجن هنا في الاخير ريدين كان يعني نعطو ترخيص على واش تقدر دير القراءه للانسان، كيفاش تعاونو باش يطور من روحو، كيفاش تعاون باش في تطور البلدان اتسجرا. من بعد وي ساين اور نيم، انا هنا كنت وجدت لكم يعني وان ان ارتيكل مود سامبل اوف ان ارتيكل يعني اكزامبل، وانتوما كل واحد يقدر يطبق بعد ما فهمتكم. الو محمد فرح جلود ان Algerian prodigy، محمد فرح جلود is 7 years، قلنا احنا نعطو النيم نزيدو نمدو age اللي هو العمر. old boy from Algeria هو طفل عنده 7 سنوات من الجزائر. he is a second year primary school pupil هو يقرا سنة التلميذ في السنة الثانية ابتدائي. هذا الباراجراف نمبر 1. محمد's main interest واش يحب محمد؟ محمد's main interest يعني اهتمامه الأول is reading يعني القراءة. he began this habit بدأ هذه العادة thanks to his family يعني بفضل عائلته. who encouraged him اللي شجعته. he read some 50 books قرأ تقريبا 50 كتاب وهو في هذا العمر الصغير يعني يقرأ سنة ثانية ابتدائي. and summarized books ويقرأ ويلخص الكتب. about Arabs literature يعني يقرأ على الأدب العربي. history يقرأ التاريخ and biographies ويقرأ كذلك السير الذاتية تاع المشهورين. his favorite book is the caveman and the stone يعني أحسن قال إنه أحسن كتاب عندي هو رجل الكهف ولا الناس البدائيين العصر الحجري. He is also keen on karate وكذلك من بين هواياته لاهتماماته الكاراتي. محمد is imaginative هنا رانا نوصفه. محمد is imaginative قلنا انه لازم نوصفه الشخصية محمد. is imaginative معناتها عنده خيال واسع and active boy وهو
طفل نشيط. He is also smart. معناتها intelligent يعني ذكي. And quick to understand يعني يفهم بالخف، سريع الفهم. And analyze والتحليل وتحليل الكتب. His dream is to be a great scholar. هو حلمه انه يكون عالم كبير. Like الشيخ عبد الحميد بن باديس، كما العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس. In conclusion, reading can be an enriching activity for children, teenagers and adults. قال لي في الملخص القراءة تقدر تكون هي اللي تخلي الأطفال والمراهقين وحتى البالغين يعني أثرياء في عقولهم. It is also necessary for the development of my nation. هي كذلك يعني مهمة بالنسبة لتطور المجتمعات ولا الأمم. So this is our article for محمد فرح جلود. I hope you have understood what I have said. يعني أتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الدرس وكيفاش تكتبون article يعني وتتبعوا الخطوات خطوة بخطوة كما كنتم تشوفوا وتكتبوا الارتيكل تاعكم. يعني اي ارتيكل يجيكم على اي شخصيه تكتبوه بهذه الطريقه. هنا محمد فرح جلود هو عباره عن مثال فقط. It's just a sample. So this is our video for today. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا. See you in the next video. Keep in touch. Goodbye.